بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في حوارنا مع ضيوفنا اليوم البطل الاولمبي خليل الجندوبي وكذلك مدربه سيف الدين طرابلسي. وصلنا للمقابله الثالثه الاهم في مسيره خليل الجندوبي كما وصفها في مسيرته الى حد الان، مسيره ما الى حد الان في سن 19 عام بطبيعه ان شاء الله تكون اطول وافضل حتى رياضيا. الماتش ضد الكوري جانج جون، خليل هكا اسمه جانج جون، جانج جون ظهر لي عمره ما خسر، ظهر لي خسر ماتش واحد في مسيرته، خسر ماتش واحد مع الايطالي اللي ربحني في الفينال. علاش قلت لي اهم ماتش في حياتي؟ اهم ماتش في حياتي خاطر اول حاجه عمره ما خسر كما قلت لك، وثاني حاجه بطل العالم، ثالث حاجه بطل العالم في الجونيور، زيادة عنده ميداي في الجونيور، معناها تم حاجه باهيه. فما عباد فما ابطال في الميزان هذاك لعبوا معاهم ما ربحوش، فهمت؟ جست حتى جست الايطالي هذيا ترى مره بركة زيادة، هذاك علاش قلت لك اهم ماتش عندي. بروفوكيك زاد هذا اللي قبل الكومبيتيسيون. ضربني. كيفاش بالضبط؟ ما نحن عندنا مو الكترونيك البلاسترون والكاسك. يمس معناها باش يشوفها تخدم ولا لا. صحيح. هيك هو انا التستيت الاول. بعد هو التست الثاني ضربني بالقويه. وين ضرب؟ فكرش. بالعاني عملها ولا؟ والله اي بالباز معناها بالعاني خاطر تيست ما جست تمس باش تشوفها تخدم ولا لا. هيك هاو نورمال، ما كانش نجم ياخو معاش تعاقب فيها ولا لا نحن لوطا غاديك مش مازال مش في التبيه، فهمتك. هيك هاو حطيته في مخك. حطيته في مخ صراحة. كانت موتيفاسيون اللي كانت الحاجة اللي عملها هذيك؟ والله ليه، اما انا راهو نحضر له عندي برشا، مش معناتها بالزهر باش وصلت نلعب معاه ولا بالزهر بحت، وخاطر عندي برشا نخمم اللي لازمني نربح ولازمني، مش معناتها ان شاء الله ولا باش نعمل عليا حاجه لازمه. حاجه لازمه ظهرلي طيحته زاده، وصلت طيحته ضربته طيحته ربحته وعملته ما تصيرش برشا في التايكواندو ولا انه يطيح المنافس نتاعك. ظهرلي حاجه معاشه ما نفهمش برشا في الحقيقه في التايكواندو، اما نصور حاجه معناتها يشيخوا عليها ولا ما هو في السكوندات الاخرانيين ولازم معناتها يضرب باش يخلط في السكور، وانا معناتها دزيت وطاها. حاجه عاديه. مش شنو اللي عمل الفارق سيف في المقابله مع الكوره؟ والله اللي عمل الفارق انه بالحق معنا الثقه في النفس من خليل معناه، والجرينتا والعزيمه يعني. شو بدك تضحك؟ ديما يضحك. عندي سؤال عن الضحكه بعد. حتى كي هابط يلعب هابط يضحك راهو، فهمت؟ باش تصبر عليها بعد. كي هابط يضحك يوريك هذاك اللي عنده ثقه في روحه. ومعناه فك الكومبون نتاعو معناه هبط معناه مش يربح ما فيهاش. صراحة مع الكوري كنت قبل تقول لي ديما مأمن به، مع الكوري كنت مأمن؟ صدقني مأمن به، وكان وقتها بجنبي سي اسكندر حشيشة وسألني خلي تو الكوري قوي معناه كيفاش، قلت له حتى خليل قوي وعندنا ثقة في خليل باش تبدا بارتي معناه 50-50 زوز معناه قويين، والحمد لله معناها خليل معناها فك الكومبان نتاعو باك الجرينت هذيك نتاعنا احنا التونسيه اللي يلزم تربح. حتى قبل ما يلعب انا كنت نحكي انا وياه نقول له خليل شوف فينال معناها ميداي تضمن ميداي في الجيب خير ما تقعد تلعب على البرونز وشوف تربح شوف لا، والكوري معناها خليل معناها امكانيات خليل يكون احسن منه، جوست معناها هو كوري والناس كل مرشحته هو الكوري عنده ثقه في روحه اكثر من اللازم. الحمد لله معناه عرف كيفاش يلعب خليل الكومبا وانتصرنا عليه وخليناه معناه انتصار تاريخي. فرحة هستيرية كانت بعد الماتش خليل، شفتك ظهري تخش عليك هزيت الذهب، علاش خاطر ضمنت ميدالية أول حاجة وإلا خاطر ربحته هو بالذات؟ أول حاجة خاطر ربحته هو، ثاني حاجة الانترنور فرحة دخل معناتها دخل التابي ومازال نقشت عليه أنت. ساعة انا خفت يتعاقب لتصير حاجة خاطر مازال طرح ما فيهاش مازال دو سكوند وخفت لا يعملوا حاجه وتروح مازال ما فيش، قلت له برب شي يخرج راهو مازال. وبعد كيف تروح الحمد لله يا ربي والله. الفينال ماتش كامل ظهر لي خليل كنت احسن من منافسك والله في السكوند، انا نفرش الماتش ممكن حتى قريب نبكي الحق. شنو صار في الاخ؟ والله هي بديت من الاول ما فماش فما مسات في راسه ما تقيدوش مو الكترونيك مسات ما مش يا اخي حتى فما تصور مش يا اخي يصير اغلاط في المستوى في النيفو هذا يصير نجم تمسه وما تقيدش عادي. شوف هو تضرب بلا هو وقي الكتروني يلزم معناه الشوسات تجي بالضبط مع الراس، ساعات تجي مسه ما تجيش معناه الشوسات بعيده شوي ولا حاجه ما تطلعش تروبون، لكن هذا الكل داخل في اللعبه فهمت. هذا بالنقاط هذا مخليل كان مسيطر. ما نساوش اللي راهو اللاعب الايطالي معناه لاعب قديم وعنده خبره كبيره، الحكمه معناه في الكومبا في الاخر معناه شوي اكسبيرينس شوي خبره. هو مارتيني كمل رابح اللي كانش في فالي من 20 سكونة الأخرى قلب عليك اللعب.
فما وقف اللي حكينا فيها حتى في الأوثق بليك اللي شنو صار في الاعتراض هذاك قبل ما يوفى ماتش بشوي. الاعتراض انه اللاعب احنا معناه بعد ما يوقف الاربيتر ممنوع على اي لاعب انه يضرب، رفع المدرب الاعتراض لانه اللاعب الايطالي ضرب بعد ما يوقف الحكم، ومانيش عارفين علاش ترفض، لكن معنا اعتراض على اللقطه هذه. ينجم يخرج شويه يخليه من الكونسنتراسيون ولا ليه؟ بالعكس يخليه يزيد يركز اكثر ويزيد معناه يتنفس بالباهي ويركز، خاطر كان رابح هو كلي بعد نعرف شنو صار. ليه هذيك تزيد تبقى مركز وتشوف معناتها كيفاش باش تمارك. بالعكس هو عطى الخليل المدرب فرصه اخرى باش يتنفس ويركز ويحاول معناه يكمل يجاري الطرح نتاعو، لكن انا فسرت لك معناه العامل الخبره وعامل معناه السن انه هو اللي قد عمره الايطالي. والله ما عنديش فكره بالضبط، لكن اكبر من خليل معناه 20 عام حتى لا اكثر اكثر من خليل. علاش خرجت تبكي؟ خاطر البدايه نتاعي حسيتها نتاعك حسيتها متاعي اما من بعد هذاك اللي كاتب ربي معناها وزاد معناتها زاد قويتني هذيا معناتها بزيد تخدم على روحك والمره الجايه تعمل ذهب مخير ولا. المدرب شفناه حكي معاك نتاع المدرب الاخر نتاع الايطالي شنو قال؟ تيما تحسوا حتى هو معناتها منبهر بالاداء اللي قدمته. اي خاطر كلها عارفة بعد ما ربحت انا الفينال، ربحت انا عبارة ريت الطرح متاعي انا والكوري ذاك الفينال. اما كلها كيك حتى في مخاخة ديجا معناتها الايطالي ركح ريض الطرح معناها ما خليهاش خلى الطرح ريض وبعد في الاخر سيف اكيد بعد الكومبيتيسيون حكيتوا مع عباد معناتها اسامي كبار في الرياضة في التايكواندو، شنو كان انطباعاتهم على الخليل؟ والله اليوم بركة يبعثوا لي معناه بعض المدربين معناه مدربين معروفين ومدربين عالميين معناه على النيفو نتاع خليل معناه ما شاء الله معناه نيفو باهي، ولكن بالحق معناه هذه حقيقة انه قبل ما يلعب خليل برشا كانوا معناه يشهدوا بنيفو خليل ومعناه ويقولون اللي راهو خليل مش يعمل حاجة بي. احنا ديما ان شاء الله ان شاء الله معناه انت تشوف المدرب الايطالي قبل ما تلعب الكومبيتيسيون جاء الخليل ويحمل فيه ويبوس قال له مش تعمل حاجة بي وكل شيء، خاطر عارف احنا بعات في القرعة وان شاء الله نتقابلوا في النهائي. قالوا كيف المدرب الايراني اللي زاد في نفس البول مع الايطالي جاء الخليل قال له ما شاء الله طولت بالقدا وبارك الله عليك وان شاء الله نتقابلوا في النهائي، معناها الناس كل كانت معناها عندها فكرة اللي خليل راهو مش منافس سهل. وعلى ذلك برشا حتى من البول نتاعنا ما حبوش معناها يجيو معانا فرد بول معناها هربوا من خليل لانه معناها عارفين المستوى نتاع خليل، والحمد لله معناها اظهر المستوى نتاعو معناها وطبق المستوى نتاعو سورتا في. الوالد كان بريفيو يمشي معاكم طوكيو ولا كان باش حبيتوا يكونوا معاكم؟ حبيتوا يكونوا معانا ما هو كورونا ما خلاوش برشا بلايص معناها باش يمشيو جمله حتى الكيني ما مشيش معانا. كان نجم يكون حافز ليك لو كان جاي موجود؟ كان ينجم حافز كبير. وانت سايف؟ اكيد سي الهشمي معناه مؤثر كبير للناس الكل معناه حتى احنا كمدربين سي الهشمي معناه ياثرنا حتى لتو احنا اولاد واخواته واصحابه وكل شيء. تبقينا معناه احنا الديليغاسيون نتاعنا نتاع التايكوندو مشيت للجوز اولمبيك، انت سالت بكري على الجو في طوكيو، احنا الجو كنا مشينا ما عندنا حتى هدف حتى في الحفل الافتتاح ما مشيناش، حتى بالرغم اللي انا معناها عيطوا لي جماعه اللجنه الاولمبيه باش نمشي الحفل الافتتاح رفضت لانه كان تركيز تام على الكومبيتيشن. يتعب برشا هو حفل الافتتاح يتعب ما يتعبش حتى ما يتعبش ما نمشيوش، احنا عندنا معناها مهمه جايين عليها وكاو مش نروحوا. الحمد لله معناها المهمه كانت بنجاح. بالنسبه للوفد معناها نتاع التايكوندو هو انت بيتك ما كنتش ماشي فالي اخر ما عرفش قولي صحيح ولا غلط رئيس الجامعه خلى لك بلاصتو؟ والله هو شوف انا ايش بك تضحك غالي؟ ما كنتش ماشي، هو كانت المدرب ورئيس الجامعه، لكن من بعد معناها خيرنا انه يكون انا متواجد مع خليل لانه شوف انا عندي معناها خدمه نخدمها، المدرب الروسي عنده خدمته، سي الهشمي عنده خدمه، كل الكيني زاد ما مشاش بلاش كيني فهمت؟ الكيني مشكل كيف نتاع العباد نتاع اللي نقصوا معناتها في البلايص ولا مشكل فلوس ولا شنو؟ لا مش مشكل فلوس، لكن الكوتا معناها اللي ماخذتها اللجنه الاولمبيه معناها ما تنجمش تهز برشا. اعطونا لخليل وزوز بلايص معاه، كنت معناها الاولويه كانت المدرب الروسي وانا، والحمد لله معناها قمنا بالواجب حتى اللي ما مشاوش معناها قمنا بالواجب أكيد. وان شاء الله معناها في باريس نمشيو وفد بي ونمشيو باربع رياضيين ان شاء الله مش برياضيين ان شاء الله. انا اصعب ماتش خليل نصف النهائي
ضد الكل كل شيء في النصف النهائي والاسهل ظهر الاثيوبي الاثيوبي